أهلا بكم في هذا الأسبوع. نبدأ جولة الأخبار بمباحثات مغربية أمريكية. تباحث رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين بالرباط مع وفد يضم 6 أعضاء من الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وشكل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية برعاية قائدا البلدين الملك محمد السادس ورئيس جو بايدن محور هذه المباحثات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بخصوص القضية الوطنية عبر أخنوش عن تقدير المملكة لموقف الولايات المتحدة، خصوصا أنها اعترفت ما تم سنة 2020 بسيادة المغرب على صحرائه، وأبدت دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا جادا وواقعيا وذا مصداقية. وإلى ملف الحوار الاجتماعي، انطلقت الثلاثاء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. واستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في محطة أولى وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل، فيما جمعه لقاء ثان بوفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وصبت أبرز مطالب النقابتين في اتجاه الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وتخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الفلاحي والصناعي. كما شملت المطالب فتح حوارات قطاعية وفئوية. والمغرب يرحب بقرار بشأن غزة. أكدت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وشددت البعثة على أن المغرب الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس يرحب أيضا بمطالبة القرار بإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. والملك يشرف على وضع الحجر الأساس لمركز طبي. أشرف الملك محمد السادس هذا الأسبوع بحي ساسفة في الدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة. ويعد المركز الثالث من نوعه بجهات الدار البيضاء استاد، وخصص له استثمار بقيمة 90 مليون درهم، كما أنه يشكل جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس التضامن بهدف دعم القطاع الصحي وتعزيز عرض العلاجات بالمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية الكبيرة. من جهته يهدف برنامج الوحدات الطبية المتنقلة إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى العلاجات الصحية من خلال التطبيب عن بعد وتوفير العلاج عن قرب. وإلى جديد امتحان السياقة، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين لاجتياز الاختبار النظري لنيل رخصة السياقة. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أنه خلال اليومين الأول والثاني من تنزيل بنك الأسئلة الجديدة حصل أغلب المترشحين على نتائج قريبة من معدل النجاح. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري لنيل رخصة السياقة بدءا من 25 مارس الجاري. واختراق سرقة وهمية يقود منشطا إذاعيا إلى المتابعة. قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين سبع بالدار البيضاء متابعة المنشط الإذاعي محمد مصفيحة المعروف بمومو في حالة صراح مع أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم على خلفية واقعة اختراق سرقة وهمية. وكانت المصالح الأمنية قد فتحت بحثا قضائيا بشأن اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة. وكشفت الأبحاث المنجزة أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان دون مراجعة أي مصلحة أمنية بهدف تحقيق مصالح شخصية ورفع نسب مشاهدة المحطة الإذاعية المذكورة.
والملك يترأس الدرس الرابع من الدروس الحصنية الرمضانية. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحصنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية. وألقى الدرس الرابع بين يدي أمير المؤمنين الخمار البقالي عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا. ونختم رياضيا بمنافسات كأس العرش. يواجه فريق الرجاء الرياضي مساء اليوم السبت فريق أولمبيك أسفي على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. من جانبه يستضيف فريق الوداد الرياضي غدا الأحد فريق شباب السوالم على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. ويعول الفريقان الأحمر والأخضر على تحقيق نتيجة إيجابية في المبارتين بهدف بلوغ الدور المقبل. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.